قال من رأى ومن رأى من رأى الخامس لم تمسه النار. قال ثم رأيته ينادي يا رضوان لخازن إيه الجنة، يا رضوان أعد النعيم وزخرفها وزينها لمحمد فلان الفلاني، اسمه محمد كذا فلان الشيخ هذا، ولمن صاحبه وتبعه. يا مالك يا مالك لخزن النار، سجر الجحيم لمن كفر به. صار هو دين لمن كفر به، أنا كفرت بك وبأمثالك من الدجاجلة والنصابين، لست دينا. الدين في كتاب الله وصحيح السنة، لست دينا يا أخي. يردون من الناس أن يتدينوا بدين جديد، وكل شيخ يعلم أتباعه هكذا، تؤمن به وبجماعتي وتؤمن به، شيء عجيب جدا جدا. قال لمن كفر به من هؤلاء، لكن هلك ولو أتباع. أرجو من الإخوة السودانيين ألا يغضبوا إن كانوا من أتباع مهدي السودان، مهدي السودان هذا ادعى المهدوية أيها الإخوة، وجعل يكفر من لم يؤمن بمهدويته ويستحل دمه وحربه، وبعث إلى المهدي السنوسي، محمد المهدي السنوسي ابن الإمام محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة قدس الله سره، العالم العلامة. هذه طريقة فيها مسح التصوف، لكن تصوف مشترع أو متشرع. لماذا؟ لأن المؤسس كان إماما من أمة الشرع، علامة كبير جدا بشهادة كل علماء عصري وعلماء حتى عصرنا. الشيخ المؤسس قدس الله سره على الإمام، إمام في الفقه والأصول والحديث، شيء عجيب الرجل والسلوك وصحة الطريق والمسلك. وحين سمى ابنه المهدي، هو قال سميته لا على الاصطلاح أنه المهدي المنتظر، لا، بل على الإطلاق اللغوي العام، رجاء أن يهديه الله، لا أنه المهدي الموعود أبدا. وإن كان بعض أتباع المهدي السنوسي ادعوا في المهدوية، لكن هو نفى هذا دائما، كما قال ابن الملك محمد إدريس رحمة الله عليه، فهذا حفيد المؤسس، قال أبي لم يؤمن بهذا أبدا، قال حق أن يقول قط طبعا أبدا، وكان ينهى عنه دائما رحمة الله عليهم أجمعين. غير صالح بعث إليه في الخامس من رجب سنة 300,000 قبل زهاء، 130 سنة بالضبط، بعث إيه مهدي السودان إلى المهدي السنوسي إيه الليبي، ويخبره أيها الإخوة أنه كان يعتزم هو جماعته وأنصاره على أن يلتحقوا به في ليبيا لنصرته، حتى هجمت عليه على حد تعبيره من الله المهدية الكبرى. قال مش بيدي، أنا كنت متواضعا جدا وأريد أن أصبح من جملة أنصارك وأن أنضوي تحت لوائك، فهجمت عليه من الله المهدية الكبرى من الله ورسوله، وخصني صلى الله عليه وسلم بخلافته وإجلاسي على كرسيه ومنصبه، استغفر الله العظيم، في حضرة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأخطاب والخضر، مش حتى محل أبي بكر ولا علي ولا عمر ولا عثمان، لا لا، محل الرسول، قال بحضرتهم. قال وخصني بأن أعطاني سيف النصر، فلا يقوم أحد لحربي إلا قهره الله تبارك وتعالى، أعلمت بهذا كويس. وبعدين دعاوى غريبة عجيبة، وأخبرني أنني أنا المهدي المنتظر الموعود، وأن المسعود السعادة يعني لمن صدق بي، وأن من أنكر مهديتي فهو كافر بل أشد كفرا، ورخص لي وحفزني وحرضني على حربهم وقتالهم. قال ولذلك أنا أقاتل الترك الكفار الذين نصبوا لي العداء وكفروا بمهديتي. شو تلاحظ انت ركن الاسلام السابع، انت ايش الكذب هذا واللعب هذا؟ ايش الكلام الفارغ هذا؟ وبعدين يريد ان يستميل ايش المهدي السنوسي الليبي، روح الله وروحه ورحمه الله عليه. فرق بين الرجلين، هذا نصاب او مجنون، مجنون قد يكون مجنون المهدي السودان هذا، او نصاب كبير، والاقرب ان يكون الله اعلم، الله اعلم. المهم قال بعد ذلك ان يستميله، واخبرني صلى الله عليه وسلم ان الله خلقني من نور عنان قلبه صلى الله عليه وسلم، ودلني على علامتين على المهدية. طلع المهدي متعدد، شغل نصب عشان يستميل مهدي إيه؟ مهدي ليبيا. قال له علامة مهديتك أنت كمان مهدي، قال ما فيش مشكلة، يعني أنت مهدي وأنا مهدي، المهم إيه تدخل في وزارتي تكون وزيرا عندي. قال النبي أخبرني، شوف النبي يخبر بكل هذه الأكاذيب، استغفر الله العظيم. والنبي أخبر، هذه رسالة تنشرها الفرقة إيه المهدية، فرقة المهدي في السودان منشورها، هم مش يعني هم يكتبون هذا، هذه 5 رجب 1300 رسالة إمامنا المهدي. أين عقولكم؟
أين دينكم؟ أين الميزان عندكم؟ أين المرجعية؟ من أنتم؟ ما أنتم؟ ما الذي يحصل؟ وهذا غيب فيض. قال الخال على خدك الأيمن، علامة المهدية. النبي قال لك ما شفت كاش أنا، الخال على خدك الأيمن، وأما علامة مهديتي أنا فراية من نور، راية من نور يحملها في معترك القتال عزرائيل. ما اسموش عزرائيل، لا الله سماه عزرائيل، بل وصي سماه عزرائيل، ولا في السنة الصحيحة والحسنة اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت، ما علم مهدي عنده علم غير الكتاب والسنة. عزرائيل هذا علم بني إسرائيل، يحملها عزرائيل، راية من نور يحملها عزرائيل. بنزول لك طيب يا عدنان، طيب يا أخي، ألم ينصره الله وانتصر حتى على جوردون وقطع رأسه؟ من الذي يحتج بالحوادث إلا جاهل ممرور العقل له؟ إيش هذا؟ معناها يجوز لأبي سفيان حين كان كافرا مشركا والكفار ما كان يقولوا نعم نحن على حق، هبل على حق، رب محمد على باطل، لأننا رفعناه راية لنا وعلما ومستغاثا ومستندا في أحد، وقلنا أعلو هبل وبعدين انتصرنا خلاص ومحمد انهزم. معناها ما هذا؟ الصليبيون انتصروا علينا في بيت المقدس، قتلونا شر قتلة أيها الإخوة، أعملوا فينا السيف في الكبار والصغار، أجروا الدم أنهارا. معنى الصليب على باطل والهلال على صليب على حق والهلال على باطل. التتار غلبونا على أمرنا، دمروا بغداد وحواضر، دمروا الدولة الخوارزمية كلها، أعظم مملكة في عصرها، أعظم كثير من المملكة العباسية، دمروها من عندي آخرها. كانوا على حق ونحن على باطل. الصهاينة اليوم هاي غلبونا على أمرنا وعلى مسجدنا وعلى أرضنا وعلى كل شيء، هم على حق. من يستهل القرامطة الزنادقة العبيديون ذوي الأصل اليهودي على القداح اليهود أيها الإخوة، أقاموا دولة 300 سنة تقريبا في مصر والمغرب والحجاز والشام، أيضا بعض أطراف الشام، دولة الفاطمية، بناة الأزهر، هم الفاطميون وهم زنادقة، واستحلوا المحرمات في كتبهم. أنا عندي كثير من كتبهم، كتب القاضي النعمان وغيره، استحلوا المحرمات زنادقة، منهم الحاكم بأمر الله والآمر بأحكام الله. هذا حاكم واحد، اثنين مختلفان، الامر باحكام الله والحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله ايها الاخوه ادعى الالهيه في الاخير، ادعى مره انه المهدي وادعى النبوه، بعدين ادعى انه الرب الاله صفو الله العظيم. وهؤلاء 300 سنه يحكمون، هم على حق هم على باطل؟ من الذي يستدل بهذه الاشياء؟ النبي يقول يبعث النبي يوم القيامه ولا احد معه، نبي ياتي براسه هكذا هكذا وحده، معناه هو كان على باطل والذين كفروا به على حق. ما هذا الجنون؟ اين المنهج؟ أين المنهج؟ أين التفكير؟ يحتجون بالحوادث يعني.